السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيل، الجزء الأول. الفيل هو حيوان ثدي ضخم من فصيلة الفيلات ورتبة الخرطوميات، ويوجد نوعين من الأفيال، الفيل الأفريقي والفيل الآسيوي. على الرغم من أن بعض الأدلة تشير إلى أن فيلة الأحراش الأفريقية وفيلة الغابات الأفريقية هي أنواع منفصلة عن بعضها، تنتشر الفيلة في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا. الفيلة هي الخرطوميات الوحيدة الباقية على قيد الحياة، وتشمل الأنواع المنقرضة الماموث والصناجات. تعد الفيلة أكبر الحيوانات الأرضية الحية، فذكور الفيلة الأفريقية يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 4 أمتار 13 قدم، وتزن 7000 كيلوغرام أي 15000 رطل. هذه الحيوانات لديها العديد من السمات المميزة، بما في ذلك الخرطوم الطويل المستخدم لأغراض كثيرة، وتنمو قواطعها لتصبح أنياب، وتكون بمثابة أدوات لتحريك الأشياء والحفر وكسلاح للقتال، وكذلك رفقة الأفيال لأذنها الكبيرة تساعدها على التحكم في تغيير درجة حرارة جسمها. للفيلة الأفريقية آذان كبيرة وظهورهم مقعرة، بينما الفيلة الآسيوية لها آذان صغيرة وظهورها محدب أو مستوي. الفيلة حيوانات عاشبة آكلة للعشب، ويمكن العثور عليها في بيئات مختلفة بما في ذلك مناطق السافانا والغابات والصحاري والمستنقعات، وهي تفضل البقاء بالقرب من المياه، وتعتبر الأفيال من الأنواع الرئيسية نظرا لتأثيرها في بيئتها، وتميل غيرها من الحيوانات للحفاظ على المسافة بينها وبين الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والضباع والكلاب البرية، وعادة ما تستهدف فقط الفيلة الصغار الدغفل. وتميل الإناث للعيش في مجموعات عائلية، والتي قد تتكون من أنثى واحدة مع عجوليها أو الإناث ذات الصلة مع الذرية، وتقاد مجموعات الإناث بواسطة أكبرها سنا والمعروفة باسم الأم الحاكمة. الفيلة لديها مجتمع انشطاري صهري، فيها مجموعات عائلية متعددة مع الاندماج في مجتمع، وتترك الذكور المجموعات العائلية عند سن البلوغ وتتعايش وحدها أو مع ذكور أخرى، وتتفاعل الذكور البالغة مع المجموعات لتبحث عن التكاثر والدخول في حالة من زيادة هرمون الستوستريون والعدوانية المعروفة باسم العفن، مما يساعدها على الهيمنة والنجاح التناسلي. وتعد الصغار محورا للاهتمام المجموعات العائلية، وتعتمد على أمهاتها ل3 أعوام، وتعيش الفيلة لحوالي 70 عاما في البرية، وتتواصل الفيلة عن طريق اللمس والرؤية والصوت، فهي تستخدم الموجات تحت الصوتية والاتصالات الرجفية التي تصل إلى لمسافات طويلة. وتم مقارنة ذكاء الفيل بالرئيسيات والثدييات البحرية، وظهر لديها وعيا ذاتيا، وتظهر تعاطف للموتى من نوعها. هذه صورة الفيل الأفريقي في حديقة ميكومي الوطنية في تنزانيا. تصنف الفيلة الأفريقية بأنها غير محصنة من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في حين يصنف الفيل الآسيوي من الأنواع المهددة بالانقراض. الصيد غير القانوني للأفيال من أجل تجارة العاج واحدة من أكبر الأخطار التي تهددها. الصيد الغير قانوني للأفيال من أجل تجارة العاج واحدة من أكبر الأخطار التي تهددها. تستخدم الفيلة في الأعمال في آسيا، وفي الماضي كانت تستخدم في الحروب، واليوم كثيرا ما وضعوا على العرض في حدائق الحيوانات والسيرك كما ذكرت في الأدبيات والقصص القديمة. الجمع من كلمة فيل أفيال وفيول وفيلة، والذكر يقال عنه الفيل، أما الأنثى فيقال عنه الفيلة، أما الصغير الدغفل، والصوت يسمى النهم أو ينهم نهما ونهيما، النهيم والنحيم والنئيم.
هذه هي أصوات الفيل. قال صاحب اللسان: الفيل معروف، والجمع أفيال وفيول وفيلة. وقال ابن السكيت: ولا تقل أفيلة، والأنثى فيلة وصاحبها فيال. ولفظ الفيل قديم في اللغة العربية، كما ذكر في القرآن في سورة الفيل عند ذكر الفيل الذي جلبه أبرهة الحبشي مع جيشه لهدم الكعبة. ولقد كانت تستخدم الفيلة في الحروب قديما. ومعنى اسم الفيل في قاموس المعاني: حيوان ضخم الجسم وهو من العواشب الثديية، ذو خرطوم طويل يتناول به الأشياء كاليد، وله نابان بارزان كبيران يتخذ منهما العاج. كما قيل إن لفظ الفيل نقل في اللغة العربية من لفظ بيلو اللغة الأرمانية والتي توجد بنفس المعنى ولكن بلفظ فيليشي في اللغة السنكستريا، واسم فصيلة فيل أسيوي التي نقلت من كلمة اليافس التي بمعنى في فيلفي اليونانية القديمة والتي تتجاوز إلى اللغة اللاتينية بلفظ فيل بحروف لاتينية، ومعنى اسم فيل أفريقي لوكوستانتو باياتي من السنة الجانبية المروبي في اللغة الإغريقية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.